نعرف كيف return of the calling object و cascading. فخلقنا class هنا لاحظها xxx اسم الكلاس بعدين one attribute اللي هو x بعدين عملنا زي الكونستراكتر هاي initial طبعا هي مش keyword او اي بتحطها باي اسم بدك اياه فالinitialize to initialize the data member يعني بنضع قيم بالاكس هون حطينا فيها الاكس 1 equal 1 هي قيمة بدائية هسا لما هون بالكونستراكتور حطينا self.x1 equal a نضع في قيمة اللي بنعديها ل a لأنه الـ x1 هي data member هسا عرفنا function هون def fun ولازم نحط فيها فيش empty function هون لازم نحط فيها self هي المفروض تكون empty طيب وبعدين عملنا print self.x1 return self هسا هون خلقنا object object xsx هي object بالذاكرة وضعنا في عنده داتا ممبر واحد ولما استدعينا object that initialize عدينا ثلاث لهون صارت هاي ثلاث وبعدين صفت الثلاث بالx1 لأنه self.x1 فبالذاكرة هون صفى ثلاث بس الانستراكشن اللي بعدها هاي بدنا نعمل cascading شو صار عندنا؟ صار عندنا object.fun أول استدعاء هون بروح لوين؟ على ال function self فعدنا له object print self.x1 فبدها تطبع أول شيء ثلاث على الـ output اوكي طبعا ثلاث هون هسا شو صار لما جانا الـ instruction هاي رجعنا self فصار محل هاي هو الـ self object اللي هو object 1 هسا هاي شطبت فراح بدي يستدعي هاي الـ fun لما يستدعيها راح يجي لهون print x self.x1 هاي راح يطبع ثلاث return self self mean هو الاوبجكت هذا اللي استدعى فبصير كمان object هون راح يستدعي مين راح يستدعي هاي الفانكشن كمان مرة فنستدعي فلما نصل لهون بده يعيد self راح يطبع ثلاث طبعا بعيد self وبعدين بتضل object بحالها فيش اشي صار اوكي reference no problem لما تعيده لانه مجرد عنوان ما بيسبب مشكلة لو كان متغير ما بيسبب مشكلة لانه لازم تحط قيمة المفروض اوكي فهسه لما نروح نعمل run راح يطبع لنا run module اوكي فطبعا ثلاث 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 هاي الحالة عملنا cascading نسكر هاي فعملنا cascading بهاي بهاي العملية اللي هون اوكي شكرا